وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري لدعم قطاع غزة ودور مصر الأساسي في حل الأزمة سلميا. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في البحر الميت بالأردن. السيسي، أريد أن أيضا أقدر قيادتك والحكومة المصرية والشعب المصري، ليس فقط بدعم الشعب الغزي بطريقة مهمة، ولكن أيضا لدورك الأساسي لوضع حد لهذا الوضع الحالي، وأيضا مساعدتنا في دعم العملية السلمية وأيضا العاملين في الظروف القاهرة في غزة والزملاء في يعملوا في ظروف قاهرة وفي ظروف غير محتملة أبدا.